حيث ما زالت خسارة منتخبنا وردود الأفعال التي رافقت هذه الخسارة، واعتبرها كثيرون أنها خسارة ظالمة بحق منتخبنا. فالكل كان متوقعاً الفوز والوصول إلى مراحل متقدمة، وأظهر الجمهور العراقي حبه ومساندته للمنتخب سواء بالفوز أو الخسارة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات للجماهير العراقية المتواجدة أمام مقر بعثة أسود الرافدين في قطر، واستقبلهم الجمهور بعبارات الفخر، وطالبوا اللاعبين على التركيز للمرحلة المقبلة للتأهل إلى كأس العالم 2026. لنشاهد. كلكم اشتغلتوا خلية واحدة وكل العراقيين شاهدوا هذا الشيء. أقسم بالله بدون مجاملة قاعد يباوع بيكم غيرة ما موجودة بأي مكان، وإحنا نقلكم بصدع العبارة المباريات اللي لعبتوها والله العظيم ما شايفين كرة قدم من 2007 لليوم. فرحونا بكأس العالم، البطولة هي اللي خسرتكم، مو انتوا خسرتوا البطولة وتردوها تردوها بكأس العالم. والله العظيم شوف واقفة والله.